السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. كما أرحب في البداية بفضيلة الشيخ عصام تليمة أحد علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك مولانا. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضرتك. مشاهدينا الكرام، بعد قليل ستظهر أمام حضراتكم أرقام الهواتف اللي من خلالها تقدروا تكلمونا من أي مكان في العالم وتقولوا لنا أسئلتكم على الهواء مباشرة. ومن لم يستطع الاتصال بنا من داخل مصر عليه فقط أن يرسل رقمه على صفحة يستفتونك، وإن شاء الله فريق الإعداد يتواصل معه عبر هذا الرقم توفيرا على حضراتكم. أيضا مشاهدينا الكرام، خدمة الواتساب متاحة للجميع من أجل إرسال الأسئلة مكتوبة وليس هناك اتصال على هذه الخدمة. وأيضا خدمة البث المباشر على صفحة الشيخ عصام وصفحة الشخصية وصفحة قناة مكملين الصفحة الرسمية وأيضا صفحة برنامج يستفتونك. كل تلك الخدمات مشاهدينا الكرام تحت أمر حضراتكم لاستقبال أسئلتكم مسموعة ومكتوبة على الهواء مباشرة. على بركة الله نبدأ، ونبدأ بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا مشاهدينا الكرام نستمع إلى هذا الحديث ثم نعود للتعليق مع فضيلة الشيخ عصام، تابعوا معنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مشاهدينا الكرام، كما استمعنا إلى هذا الحديث، دعونا نتوقف حول معنى من معاني هذا الحديث مع فضيلة الشيخ عصام. شيخ عصام، يعني لو توقفنا حول المعنى العام لهذا الحديث ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين من يشكو ضيقا في رزقه أو يعني يشعر أنه يحتاج إلى أن أثره في الحياة يظل باقيا، يدله على أمر مهم وهو صلة الأرحام. نعم. صلة الرحم فضل كبير جدا وعمل صالح، والعمل الصالح بوجه عام يعني يجعل الإنسان صاحب رزق كبير عند الله مبارك فيه. نعم. إنسان المسلم في الحياة يبتغي رضا الله عز وجل، والآيات الكثيرات التي دلت على صلة الرحم، طبعا أول الرحم الأبوين، يعني دائما لا يأتي الأمر بعبادة الله إلا وبعده الإحسان إلى الوالدين. نعم. ولا يأتي النهي عن الشرك بالله إلا وبعده عدم عقوق الوالدين، وقد ربك لا تعبد إلا وبالوالدين إحسانا. قضية الأرحام والاهتمام بها، لأن للأسف الإنسان في زحمة الحياة ومتاعبها يقصر هذا التقصير للأسف مع الآباء، مع الأعمام، مع الأخوال، مع الإخوة والأخوات، بدعوة الأولاد والمشاغل والحياة. وطبعا هذا ليس عذرا أبدا، خاصة في زماننا. زماننا الآن أصبح وسائل التواصل ما أسهلها. كان زمان الناس صعب، التليفونات لو مسافر ولا بتاع يتصل من كابينة في شارع دولي على رقم الجيران ولا البقال ولا حد قريب ولا حد بعيد. أيوة. دلوقتي بقى كل واحد في إيده موبايله. مظبوط. أي رقم النهاردة بمفيش خلاص. طيب، وأي وصلة نت أو أي باقة دي توصلك للدنيا كلها بقى خلاص، صوت وصورة. طبعا. فالادعاء أن مشاغل الحياة شغل الناس ليست عذرا، بالعكس. قديما في بعد المسافات والفيافي والقوافر كانت الناس تتواصل بالرسالة، بالرسول الذي يسافر، فإذا لقيه يقول: هل تلقى فلانا؟ نعم. أقرئ مني السلام. النهاردة الأمر لم يعد كسابقه. نعم. فأصبح عشرات الوسائل، ولذلك هنا علينا أن نحذر. الوسائل تيسرت ولكن أصبحت شكلية. أيوة. بمعنى بقى في عندنا كده رسائل كل رمضان، كل عيد، كل مناسبة معلبة. أيوة صح. ولذلك ساعات الناس كوبي بيست من غير ما تركز. أيوة، مش عارف هو بيبعت لمين. يعني فتلاقيه كاتب، لا، وتلاقي ساعات ناس تبقى تتغيظ يقول لك: إيه، أنا عايز الفيديو ده يلف في الفيس كله ويرجع لي. طب يرجعوا. أيوة. لك ليه وأنا حضرتك واخده ومأجر عجلة؟ لا. طيب، وبعدين تلاقي ساعات راجع نفسك لو ما شاهدتش الفيديو دوت، واحذف نفسك من على الفيس، وكلام غريب بيخليك تبقى لا تستفز. يعني والكلام بيبقى فيه قيمه، يعني اصبحت حتى الشعور بالكلمات اللي بتتبعت فبقت شكليه كوبي بيست.
وبعدين كوبس من غير تركيز فتلاقي بعت لك اهنيكم مش عارف ايه اختكم في الله فطومه. يابا انت اسمك مش فطومه يعني. للاسف فالناس تقع عليه في هذه الاخطاء لاني الانسان تحولت الصلاه الاجتماعيه الى شيء شكلي بلا روح. واي شيء بلا روح الناس هتعمل معاه بلا مبالاه. طب ما ده انت هتعمل ايه؟ كنت ده اللي انا هساله يا شيخ عصام اللي هو زي ما حضرتك ذكرت وتفضلت وقلت ان مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا عندما تقدمت سهلت على الناس، ولكن هناك البعض يقول ان هذه الامور ربما جعلت هناك جفاء من الالتقاء وكسل في نفس الوقت. ما انا هبعت رساله، ما انا هشوفهم صوت وصوره، فمش هتعب واروح. ماشي ده ده على الاقل عندما يتعذر التواصل. انما التواصل الطبيعي وجها لوجه لا يستغني عنه احد طبعا. يعني انت النهارده محدش يعرف قيمته ولا اللي محروم منه. لا يعني غير ده يعني سيبك من الناس المحرومه اللي ربنا يعافينا جميعا يا رب. اللهم يعني يجمع كل حبيب بحبيبه وشخص باهله. اللهم امين. انت النهارده الاطباء والعلماء قالوا يعني الام ليه الطفل لابد ان الام تحتضنه افضل طفل صحيا اللي بترضعه امه. صحيح. ليه؟ لان الرضاعه مش مجرد حليب بيشربها الولد. لا طبعا. لا اقتراب الطفل من الام والشعور بنبضها وهي تشعر به وحاسه بنفس عشان ما يتكتمش. ايوه. والتخبيط على كل دي مش مجرد حاجات عشان اكل وشرب. لا طبعا. ما اكل وشرب اي بتاع اغذيه وتغذيه هيقوم بالدور. هو الستات اللي هي ما بتعرفش ترضع طفلها بيعيش وبيظل في النهايه وكل يظل في النهايه. لا الانسان يحتاج الى هذا العطف والحنان. لذلك حتى مهما كبر الانسان يحتاج الى عطف ابيه وامه، الى دعواتهما. نعم. دعوات الام والاب لا يستغني عنهما. فدي نقطة مهمة. مسألة ان الوسائل المعاصرة يسرت على الناس وهذا التيسير يكون دافع لان الناس تستفيد به. نعم. مش تحوله لمجرد شيء شكلي. أيوه. لان الشكل خلاص ما خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان. طيب. وما خرج من القلب يصل الى القلب. ليه صلة الرحم شيء قلبي. ايوه. ليه بقى الشيء القلبي ده؟ يعني الاسلام شدد على قضية صلة الارحام ترغيبا وترهيبا. لماذا يعني صلة الأرحام؟ لأن الله بين ذلك في الحديث القدسي الجليل فقال عن الرحم يعني اشتققت لك اسما من اسمي. الرحم جاء من الرحمن والرحيم. نعم. فمن وصلك وصلته. الله. ومن قطعك قطعته. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. اقترن قطع الأرحام بالإفساد في الأرض. سبحانك يا رب. فوعن انه من صفات الساعين للافساد في الارض. يا الله. اللي هو القطيع. وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله، لا اقول الحالقه تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم. يعني ان افضل انسان الذي يعيش بين الناس بهذا. ولما شكى الي احد الصحابه ان له اقارب يصلهم ولا يصلونه قال فكانما تسفهم المل، ليس الواصل بالمكافئ. اللي يصل بدون سبب مش زي اللي هو ايه بالمكافاه، زرتني هزورك ما زرتنيش خلاص. بدأت تطلع بعض أمثال وأفعال تدور بين الناس تجعل الناس تخاف من عمل الخير من صلة الأرحام، فيقول لك صباح الخير يا جاري. أنت في حالك وأنا في حالي، اتقي شر من أحسنت إليه. نعم. القرايب الأقارب عقارب. أيوة. لا يعني الإنسان طبعا الحياة فيها الكويس والوحش لا ننكر، لكن ده لا يدعونا أبدا إلى أن نعامل الناس بالإساءة. سيدنا نوح الى اخر لحظه ابنه كافر، قال له يا قال ابن يركب معنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من اعمامه من كان كافرا ومع ذلك ظل على صله الرحم على الود معهم، الا انهم الذين قطعوا وناصبوه العداء صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اذا يا شيخنا نحن لا نتحدث عن فضيله ونرغب الناس فيها فقط، بل نحذر الناس في عدم صله الرحم، نحذر الناس في عدم الوقوع ان هم يقطعوا ارحامهم، لان طبعاً الموضوع مش لو عملته هتاخد حسنات ولو ما عملتوش خلاص. لا طبعاً. الموضوع فيه عقوبه طبعا وفيه جزاء طبعا دنيا واخره. طيب اخيرا بس الحديث الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم افشوا السلام وصلوا الارحام. يعني صلوا الارحام هنا مقترن. نعم. بدخول الجنه؟ لا ده طبعا الحديث طبعا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بلال والناس ان تدخلون الجنه طبعاً. بسلام. نعم. لان في النهايه اصلك انت حتى العبادات يعني هي لها عمل اجتماعي. ايوه. الصلاه صلاه جماعه. ايوه. ليه ما تصلي لوحدك؟ مش هتعبد ربنا؟ هتعبد ربنا فيها شق اجتماعي.
الناس مع بعض. ولما تبقى بنصلي في الصف الاول مع بعض ولا في الجامع، لما تغيب اسال عنك، والترغيب يبقى بعد ما نصلي بنسلم على بعض وندعي لبعض بظاهر الغيب وبغيره. صحيح. الـ الزكاة فيها شق اجتماعي كبير جدا. الزكاة من الغني للفقير. نعم. صدقة الفطر. أيوه. تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. الصوم، الحج، معظم العبادات حتى اللي هي قد يرى الإنسان عبادات قاصرة على النية تعبد فقط، لا، فيها شق اجتماعي كبير جدا، خاصة الصلاة والزكاة. طيب، كلمة بقى من حضرتك لكل الناس قبل دخول شهر رمضان الكريم، يعني نفترق عنه بساعات قليلة، يومين أو أقل، دلوقتي الناس تعمل إيه؟ تعمل إيه في باب صلة الرحم؟ يعني نبدأ الناس تراجع أوراقها. اللي مقاطع حد، اللي زعلان من حد، اللي شايل من حد، اللي هجر حد من فترة لغير سبب شرعي وزاد عن المدة الشرعية، يراجع نفسه ويلقى الله عز وجل ويفتتح هذا الشهر بصلة الأرحام وبتصفية القلوب والنفوس وتصفير العداد. ايوه، تصفير عداد السيئات مش عداد الحسنات. ايوه طبعا، في ناس بتصفر الحسنات وشغلها السيئات يعني. ايوه، فهذا هو المطلوب الأهم يعني. تمام، بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عصام. إذا مشاهدينا الكرام، كما قال فضيلة الشيخ عصام، لابد أن نصل أرحامنا في هذه الأيام الطيبات المباركات، فضلا عن أن صلة الرحم مطلوبة في كل وقت وكل حين، وإلا ونحن الآن على أبواب شهر رمضان، فلابد أن نصل أرحامنا وأن نتحدث مع من قطعنا معهم الود والرحم، حتى يتقبل الله منا صيامنا وصلتنا في هذا الشهر الكريم. نستقبل مشاهدينا الكرام أول اتصال معنا. أستاذة نسرين من مصر، برحب بك يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا هسأل سؤال بعيد عن الموضوع شوية. لا طبعا، هو السؤال مش لازم يكون له علاقة بالموضوع، الموضوع حاجة وسؤال حضرتك في أي مجال تحت أمر حضرتك. مفيش موضوع أصلا يعني. أيوه مفيش موضوع، البرنامج مفيش موضوع. اتفضلي يا فندم. انا زوجي متوفي بقاله شهر، وطبعا دلوقتي انا في العده. تمام. ومامه جوزي قاعده معايا في البيت ومامتي. ايوه. بس هم عايزين يسافروا، كل واحده تروح بيتها. أيوه. هم كل واحده فيهم في بلد، وانا ولادي صغيرين مش هعرف اقعد في البيت لوحدي. ايوه. هل ينفع اروح اقعد مع مامه زوجي مثلا شهر واروح مع مامتي شهر اللي بعده؟ طيب، حاضر. ده سؤال. والسؤال الثاني. أيوه. معلش، ينفع ازور زوجي في القبر واروح ادعي له بس بدون عياط ولا اي حاجه حرام، بس ازور؟ في امتى؟ في الفتره دي ولا بعد انتهاء الفتره؟ في فتره العد. لا، في فتره. طيب. العد. كل الاسئله دي في فتره العد. طيب، حاضر، بشكرك يا استاذه نسرين، شكرا جزيلا على الاتصال. أستاذة نسرين بتتكلم يا شيخ عصام إن هي زوجها، يعني نسأل الله عز وجل أن يرحمها وهو أموات المسلمين أجمعين، زوجها متوفي بقاله شهر، وبتقول هي دلوقتي فترة العدة، قاعدة معاها مامة زوجها وقاعدة معاها مامتها برضو، فبتقول دلوقتي هم خلاص كل واحدة فيهم في بلده هيسافروا، كل واحدة هتروح تقعد في بلدها وهم بعاد عن بيوتهم، وهيسيبوني قاعدة لوحدي والولاد معايا وأنا مش قادر على الولاد لوحدي والكلام ده كله، فهل يجوز إن أنا أسافر أقعد مع أم زوجي مثلا شهر وأمي شهر؟ لا، العدة على المرأة المسلمة أن تعتدها في بيت الزوجية ولا تخرج منها إلا لضرورة. طب أليست هذه ضرورة موضوع الأطفال والرعاية وأن هي مش قادرة عليهم لوحدها؟ لا، ما هي إزاي؟ يعني ما هو حتى بعد العدة هتعمل إيه؟ ما هي طبيعي. هيبقى خلاص بقى، يبقى متاح ليها أن هي تروح تقعد مع مامتها، تقعد مع. لا طب في النهايه، ما في النهايه الاطفال يعني هي عايزه تخرج العده عشان العيال ليه؟ ان الام بتبقى موجوده فبتساعد تشيل معاها شويه. ايوه ماشي. ولما تنتهي العده، ما المسافه بعيده اصلا، هتسيب بيتها؟ هتبقى رايحه شهر هنا وشهر هنا بيت طول عمرها؟ مفيش كلام ده. تمام، انا بس بقول الاسئله اللي انا فاهم بتكلم في ان نقطه مهمه يا جماعه. عده الاسلام احترم العلاقه الزوجيه بشكل كبير جدا، ولذلك المطلقه في عدتها اقل من المتوفى عنها زوجها. ايوه، لأن الطلاق قد يكون عن بغض، لكن وفاة الزوج غالبا ما بيكونش عن بغض، وتوفي وبينهم مودة وحب يعني. وده واضح في سؤالها التاني غالبا. فالشاهد في ذلك حتى بتبقى كارهة زوجها لما بيموت بتزعل وتحزن. أيوة. عليه، غير اللي بتبقى اتطلقت بركة يا جامع يعني. أيوة. هي ما صدقت مثلا. إنما فلذلك العدة بتاعت المرأة في المتوفى عنها زوجها لا، فيها أشد. فلا تخرج من بيتها إلا لضرورة. أيوة. عندها شغل، ما ادوهاش أجازة، رايحة تجيب الأكل للولاد، ابنها ما بيعرفش يروح المدرسه، بتوصله بالعربيه رايح جاي، ده الامور الضروريه. تمام. عدا ذلك لا.
لا يجوز. لا. يعني الناس تتعب معاها شويه وتفضل قاعدين معاها لو عايزين يساعدوها، او ما يقدروش هي ترتب نفسها اوضاعها يعني. يعني لو قصدي لو في ثقل هم يساعدوها، لكن هي ما ينفعش تخرج. انا اقول لك المساله يعني ما ينفعش تخرج. لا طيب اذا السؤال للضروره اللي انا قلت عليها دي. طب اذا السؤال الثاني بقى اللي هو بتاعها ده اللي لا. هو ان ينفع تروح تزور قبر زوجها وتدعي له من ليس من الضرورات بدون بكاء ولا الكلام ليس ده. من الضرورات. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. طيب معنا ابو احمد من مصر، برحب بيك يا ابو احمد. ابو احمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. الله يبارك فيك، ده حال الشيخ. تمام الحمد لله. بالنسبه لصله الرحم، أيوة. من هم صله الرحم الاساسيين؟ هل زوجه اخي صله رحم او ابن اخي صله رحم؟ لاني بصراحه مش بكلمهم دي لفتره من مشاكلهم وكتر مشاكل. يعني ما بتكلمش مرات اخوك واولاد اخوك؟ ابن اخي. ايوه يعني انت عمه. لا طيب يعني هل صله الرحم ده يعني الشيخ عصام هيقول لك دلوقتي حالا ان شاء الله. بشكرك يا ابو احمد شكرا جزيلا. ابو احمد يا شيخ عصام ما بيتكلمش زوجة اخيه ولا ابن اخيه، وبيقول بقالي فترة هم دول رحم. طبعا دول رحم. ما بيكلموش ليه؟ زعلان بقى معاهم. تمام، عنده مشاكل. زعلت وخلصت. والزعل ده ما بيخلص؟ بيخلص. زي اللي عليه عقوبة من المدير هيفضل طول عمره متعاقب؟ لا خلاص طبعا. تعاقب اللي اتخصم الخصم، هل كل شهر يتخصم منه؟ لا طبعا اتخصم وخلاص. فخلاص زعلنا وبعدين نرجع نعرف ايه اللي في القصه. لا ده في دايما ما رجعت بيأذوني، خلاص في اطار محدود لكن ما بقاش قطيعه. نعم، يبقى اذا لابد عليه ان يصل رحمه. نعم. ودول رحم بالنسبه له طبيعي. تمام، جزاكم الله خيرا. معانا اتصال تاني، الاستاذ احمد من القاهره، برحب بك يا استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب، ربنا يكرمك. لذلك قمه الايمان بالله سبحانه وتعالى الاحساس بالاخرين عندما يصيب انسان مكروه كانه اصاب الجميع. تمام. تتطلب من اصحاب البصيره ان تكون برنامج يتحدث عن الاخطاء التي تقع فيها الشعوب العربيه، وللاسف لا ولن يوجد برنامج واحد على الاطلاق. طيب استاذ احمد، حضرتك ما زلت مصر يا استاذ احمد؟ والله انا يعني انا بقول لحضرتك الكلام ده يوميا، ومع ذلك التكرار برضو مطلوب، فبقول لحضرتك ان هذا البرنامج مخصص للفتاوى للاسئله من المشاهدين والاجابه من فضيله الشيخ عصام تلمه، بشكرك شكرا جزيلا. ولو عند حضرتك اي سؤال تنورنا وتقول سؤالك. معنا مين يا جماعه؟ استاذ سعيد من مصر، برحب بك يا استاذ سعيد. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياتنا لحضرتك، ربنا يكرمك. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب، ربنا يكرمك، اتفضل. والله انا ماليش سؤال، ربنا يخليك يا استاذ احمد. انا ماليش سؤال، انا ليا استفسار يا استاذ احمد. اتفضل. عايز الشيخ عصام يعني يوضح لي العلاقه بين اللي بيحصل في سيناء واللي بيحصل في غزه النهارده من الاسرائيليين، واللي بيحصل في اماكن متعدده وظهور ابو بكر البغدادي. علاقه الكلام ده كله بصفقه القرن؟ اوعى يا استاذ احمد تقول لي ما فيش علاقه، لان انا ممكن استفيد بيها واقعد مع حضرتك نص ساعه. لا لا لا، مين هو مين قال بس ان ما فيش علاقه؟ انا ما قلتش، والله انا ما قلتش ان ما فيش علاقه ولا حاجه. وانا بس انا بس والله يا استاذ سعيد، زي ما قلت للاستاذ احمد من شويه، سؤالك والله معتبر ومحترم جدا، وواجب وقت ان احنا نناقش القضيه دي ونبقى فاهمينها وبنعيها كويس جدا. وطبعا كل ده من وجهه نظر الضئيله والمتواضعه جدا، له علاقه طبعا بصفقه القرن. بس البرنامج والله يستفتونك ملوش علاقه مباشره بقى بالموضوع ده. فاحنا بس يا استاذ سعيد، بس لازم حضرتك اي سؤال في الدين احنا بنساله للشيخ عصام، والشيخ عصام يجيب زي ما قلت للاستاذ احمد بالظبط. لكن سؤالك قمه في الاهميه وغايه في الاهميه، ولا بد من الاجابه عليه، ولكن في نافذته وفي الوقت المخصص ليه. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ سعيد. عندنا استاذ ماجد من الكويت، برحب بك يا استاذ ماجد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا الشيخ عصام، معلش اعطيني من وقتك لحظات وسعه صدر اتوسل فيك يعني الانفتاح والمرونه في الفكر. طيب هو معلش يا جماعه لو تعلوا الصوت بس عشان الشيخ عصام يسمع معانا. هو استاذ ماجد بيقول لحضرتك اتمنى انك تكون صدرك يتسع لما ساقول وتسمعني يعني. مرحبا، لو حتى لو دخل ينتقدني اتفضل.
اتفضل يا استاذ ماجد. لا العفو العفو، ما فيش انتقاد، بس يا مولانا بخصوص سؤال الاخت المعتده اللي اتصلت من شويه. ايوه معلش، هم ايتين في القران الكريم، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا في احداهن يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا، هذه هي العده. الاخرى يا مولانا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج. عندك تقف قدام كلمتين معايا بارك الله فيك. متاعا إلى الحول، هذه متعة الأرملة، غير إخراج وليس غير خروج، ده فعل متعدي، بمعنى أن الأرملة لا تطرد من بيت الزوجية، وده بيحدث بشوف في المجتمع كتير، عايشة مع بيت أهله وما خلفتش أولاد، ربنا اداها متاعا إلى الحول غير إخراج. فما جرى عليه الفقهاء لعلهم بتزايدة منهم أو حسن نية خلقوا بين الآيتين، ثم قالوا أن تلك نسخت هذه، لكن أن أراك منفتحا ولديك قدرة على أن يعني نحترم النص القرآن الكريم في كلمة متاعا وكلمة إخراج وليست خروج، هذه متعة للأرملة لا علاقة لها بمغادرة المنزل، لأن الخروج من المنزل بنشاط يومي لا علاقة له بالآنسة أو الأرملة أو المطلقة. فمعلش السابقون والسلف والذين فسروا القرآن وأهل الناسخ والمنسوخ، يعني نأخذ برضو أنهم كانوا معظمهم أعاجم وفي شوية تزاج وسطحية في التعامل مع النص القرآني، لكن النص واضح وجلي، وهذه وجهة نظر لدى البعض. يعني أتمنى طيب. أن أنت تبحث. أستاذ ماجد أستاذ ماجد، حضرتك دلوقتي علقت وذكرت الآيتين وطلبت من الشيخ عصام أن هو يرد، فكده رسالة وصلت بتاعت حضرتك. حاضر، بس خليني معانا، خليني معانا، بس خليك معانا عشان الشيخ عصام عايز يعني يوجه الكلام لحضرتك. خليك معانا يا أستاذ ماجد، اسمع الشيخ عصام. يعني اولا ماجد، انا يعني حقيقي في النفس شيء من 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 كلام الفقهاء عن العده، لكن ما بقدرش اخرج عنه ما دام ليس عندي ما يؤكده او ما ينفيه. فانا في القضايا اللي زي دي عندي مبدا انا اسير فيها على راي الجمهور او الراي الاتفاق، ما لم يكن عندي مراجعه في الامر. وقضيه العده ما هيش قضيه عاجله عندي، فلم تاخذ مني هذا الاهتمام يعني. فجزاك الله خيرا على التنبيه على الآيتين وعلى هذا المعنى. وأنا كنت يعني أختلف معك بس في بعض العبارات اللي حضرتك قلتها، إن السذاجة الفقهاء أو اللي كانوا أعاجم فعدم اللغة، لا يعني سيبويه كان أعجمي وهو اللي وضع قواعد اللغة، البخاري والترمذي وغيره كانوا أعاجم ولكن كانوا فطاحل في اللغة. فالقصة ما لهاش علاقة، العجمة دي تحكم على حديث العهد بالإسلام بالعربية، لكن من عاش بين الناس النعمة العربية هي اللسان. معايا حضرتك؟ معاك بارك الله. اما قضية رأي حضرتك ده طبعا يعني انا رأي ارجع فيه، لكن ما عنديش في رأي، لم اقرأ فيه شيئا يعني، خلاص ما قرأته وما درسته في الفقه وفي المذاهب الفقهية، ولم اقف مع الامر وقفت. لكن انا اقول لك في النفس منه شيء من زمان اصلا يعني، وكنت بتعجب لما اسأل، فقال لك يبقى جاوب على العام به، اراجع فيها ولعل يفتح الله بها في شيء أو بشيء، ولك الفضل في ذلك يعني، وجزاك الله خيرا. بشكرك يا أستاذ ماجد، شكرا جزيلا على اتصال حضرتك، والشيخ عصام أجاب على حضرتك أيضا، بشكرك شكرا جزيلا. معنا مين يا جماعة؟ أستاذ عبد الصبور من مصر، تفضل يا فندم. السلام عليكم الأول، وكل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك بخير، تفضل يا فندم. ويسلمين على الأستاذ الفاضل. بيسلم على حضرتك الشيخ عصام، اتفضل. انا ليا سؤال. انا ليا ابن كده، انا ليا اربع اولاد واربع بنات، وكان عندي حته صغيره كده ليا فيها اربع شقق. ايوه. وكانت مهمله. معايا ابن جاهد فيها الحقيقه لغايه ما حياها كده، واخد حضرتك، وبدا يعمل فيها كده وحياها. دي ارض كانت مهمله؟ لا دي مبنى انا كنت واخد جزء فيه لي اربع شقق فيه. شقق صغيره مكاتب. تمام. وكنا يعني ايه الناس الشركه اللي معانا مهملين فيها، هو جزاه الله خير اجتهد فيها وقعد يجيب ويصلح فيها ويعمل فيها لغايه ما عمل منها حاجات كويسه، يعني بقت مكاتب. تمام الحمد لله. عمل ثلاث مكاتب كويسين، جهز مكتبين، اخوه خد مكتب منه
والمكتب الثاني بيتأجر هو بياخد إيجاره، والمكتب الثالث بتاعه هو لسه ما تعملش. أو جاي بيقول لي أنا تعبت اكتب لي المكتب، فأقول لي ولدي مش من حقك إن أنا أكتب لك المكتب، ده أنت معك أخواتك، أنت عشان جهدت معانا وتعبت معانا ده شيء مطلوب. أيوه. فقال لي نرجع لأهل الدين، فقلت له نرجع لأهل الدين. طيب حاضر يا أستاذ عبد الصبور، إن شاء الله الشيخ عصام يجيبك حالا بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. أستاذ عبد الصبور بيقول إنه عنده 4 أولاد و4 بنات، عنده مكان في 4 شقق، وكان المكان مهمل ومتساب من فترة، فجي أحد أبنائه وخد المكان ده وظبطه وصلحه وشغله ونقله نقلة تانية خالص، وبدأ يبقى مكاتب وحاجة جميلة وبتاعه الكلام ده كله. وبعدين الابن ده طلب من والده اللي هو الأستاذ عبد الصبور، قال له اكتب لي المكتب ده، انا تعبت وشقيت وبتاع وعملت وعملت حاجه ما كانتش موجوده. فالاب قال له ده مش من حقك، انت ليك اخوات. فقالوا لا خلاص نرجع لاهل الدين ونشوف انا مش انا حقي ولا مش من حقي. نعم، لا طبعا، ولا لا يصبح من حقي تملك المكان كاملا، انما أيوه. هو انشا مكتبا في ارض، صح؟ ايوه مظبوط. هو هي 4 شقق في مكان، يعني في عقار. تمام. هو صلح الاربع، كانوا مهملين فصلحهم، عمل تمام. منهم مكتب ومكتب تاني ومكتب تالت، وعمل مكتب لنفسه. فبيطلب من ابوه ان هو يكتب له المكتب. تمام. يعني لو راح اجر مكان من حد وكلف وظبط وعمل، هيمتلك المكان؟ لا طبعا. تمام. نفس الحاله، انت النهارده انتفعت بهذا المكان وجددت فيه، صح؟ تمام. فانت عليك حق انتفاع وليك حق ما عمرت. ياتي ناس، هنا الشرع بيقول ان ليه حق في شيء وليس له حق التملك كاملا. أيوة. من يقيم ذلك؟ أهل العرف والاختصاص في الأمر يقيموا ده قيمته كذا، هو حول الحاجة دي بالسعر ده للسعر ده، فده القيمة ده اللي له فيه. تمام. حق انتفاع فيدفع في ذلك، هل ده بقى تعتبر شراكة بينهم فمقابل إن هو انتفع وجدد خلاص السنوات اللي فاتت دي لا له ولا عليه؟ لكن المكان ملك للأب والجميع. أيوة. ولا كأنه مؤجر فيدفع الإيجار ومقابل الانتفاع إيه وتبقى للكل؟ دي قصة بقولك للأرض والبيت ملك للأب، لا يستطيع الابن أن يأخذه ملكية كاملة. نعم. له هنا شيء في أنه جدد وعمر وعليه حق أن انتفع بالمكان. تمام. دي اللي يحكم بها زي ما ذكرت أهل الاختصاص فيما له وما عليه ماديا، أما الحق الشرعي هنا فهو حق مشترك يعني. تمام، جزاكم الله خيرا. أم عادل، أم علي من اسكندرية، برحب بك يا أم علي. الله يخليك، كل سنة حضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة، تفضلي يا فندم. والعام الجاي يا رب تكونوا كلكم في مصر إن شاء الله. يا رب إن شاء الله جميعا بإذن الله. يا رب العالمين، نجمع شملنا بيكم يا رب العالمين. الله يكرمك يا فندم. لو سمحت عايز أسأل الشيخ سؤال. تفضلي يا فندم. فضيلة الشيخ، أنا عندي، أنا مش هقصد، أنا ليا مبلغ من المال يعني مشغلاه. تمام؟ تمام. وكنت باخد ارباحي والحمد لله كانت يعني الحاله كويسه وماشيين تمام. تمام. فمن 9 شهور بالظبط، من 9 شهور بالظبط اتوقفت الارباح ليا. ايوه. المبلغ ده، المبلغ الفلوس بتاعتي دي في الشركه اللي هي او في المكان اللي لو بس يا جماعه نعلي الصوت بعد اذنكم شويه عشان اسمع بس ام علي كويس. انا وصلت معاكي يا ام علي لحد ان من 9 شهور توقفت الارباح. تمام. 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 فأنا بطلع زكاة المبلغ ده كل سنة في رمضان. أيوة. فدلوقتي يجوز لي أن أنا أطلع المبلغ ده زكاته اللي أنا بطلعها كل سنة ومش ضمن المبلغ ده هيرجع أو ما يرجعش، يعني أنا استودعت أصل المال. أصل المال ولا الأرباح؟ أطلع الأرباح بتاع يعني. لا لا، يعني أنت حضرتك مش ضمن أن أصل المبلغ يرجع ولا الأرباح. أيوة. اللي بقالها 9 شهور متوقفة. لا تمام، مش ضمن المبلغ نفسه. أيوة مش ضمن المبلغ نفسه يرجع. طيب، فأنت بتسألي بقى هل برضو مطلوب منك أنك تدفع زكاة المال؟ أيوة. السنة دي زي كل سنة؟ تمام. حاضر يا مولاي، إن شاء الله الشيخ عصام يجيبك بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. هي أم علي كان عندها مبلغ من المال شغلته بيجيب لها أرباح كل شهر، بعد كده حصل أن من 9 شهور توقفت هذه الأرباح. هي كانت متعودة أن هي يجي شهر رمضان فتدفع زكاة المبلغ ده، فبتقول دلوقتي بقى 9 شهور الأرباح متوقفة.
وعندي احساس كبير جدا يكاد يصل لليقين ان المبلغ اصل المبلغ نفسه كمان مش راجع خلاص تاني. اه لو عند حد بيشغله يعني. اه فبتقول هل ينفع ان انا هل مطلوب مني ان اطلع برضه زكاه المال عليه السنه دي؟ اذا كان اتخسر اذا في يقين ان المال خساره تامه خلاص لا زكاه عليها. ايوه. انما لا او لا لا اسال اللي معاه المال. ايوه. موجود لما جه نصل الحول بتاع الزكاه اه موجود موجود كام؟ موجود كذا اللي موجود هو اللي بزكي عنه. تمام. جزاكم الله خيرا. ناخد بقى سؤال من على الواتساب. طب معانا اتصال من اسكندريه الاول معلش احنا بس بندي الاولويه للاتصالات عشان الناس اللي بتصل من مصر ما نكلفهمش كتير. معانا مين من مصر؟ ام مصطفى برحب بيك يا ام مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. وكل عام وحضراتكم بخير يا رب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات يا رب باذن الله. اللهم امين. اتفضلي. كنت عاوزة أسأل فضيلة الشيخ دلوقتي في عمارة جنب مني بتتبنت. أيوة. وصحابها بيبيعوها تمام. أيوة. المفروض السعر المعروف في المنطقة سعر معين. أيوة. اللي هم بيبيعوا بقى الشقق دي دلوقتي بسعر أقل من نصها لأسباب إحنا ما نعرفهاش. أيوة. وأنا ابني عاوز ياخد شقة فيها في العمارة دي علشان يتزوج فيها. طيب. فأنا بقول له حرام إن إحنا ناخدها بأقل من سعرها. قال لي هم باعوا وسلموا ناس فعلا وسجلوا وهم راضيين. أيوة. فأنا قلت لازم أسأل في الموضوع دوت لأن أنا ما أقدرش أحط فلوس وأنا طيب. عارفة إنها أقل. خليكي معايا يا أم مصطفى خليكي معايا. أم مصطفى بتسأل يا شيخ عصام إن هم جنبهم عمارة، العمارة اتبنت، أسعار الشقق المفروض في العمارة دي تبقى غالية. ففوجئوا ان اصحاب العماره اللي جنبهم دول بيبيعوا باسعار زهيده جدا مش ثمن الشقق. فابنها عايز يشتري وهي بتقوله لا ده حرام. فقال لها لا الناس باعت وفي ناس استلمت ومفيش مشكله. فهل فعلا الام عندها حق ولا الولد يشتري؟ لا ما انا مش فاهم هي ليه مش عايزه تشتري. عايز تشتري ليه؟ طب ايه المشكله إيه عندك يا ام مصطفى؟ انا خايفه يكون حرام ان احنا بنساعد على حق ان هو بيبيع بسعر اقل من القيمه الفعليه بتاعتها. مش هو يعني مش هو صاحب مش هو صاحب العقار. ربما عنده ظروف ومحتاج ان يبيع. ممكن يكون مال ومسجله وكل حاجه. ايوه ما هو ممكن يكون عنده ظروف وعايز سيوله بشكل معين فاضطر ينزل السعر عشان الناس تيجي تشتري. ممكن يعني احنا كده مش حرام ان احنا لا 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 مش حرام ما دام انت الشيخ عصام بيرد على حضرتك. مش حرام ما دام حضرتك ما فيش منك انت استغلال او ضغوط او انت سبب. يعني مثلا ده حاكم ظالم هيصادر الاموال فعشان ما يصادرهاش بيبيع باي سعر فانا كده بساعد في الظلم. انما لا واحد عايز سيوله بيبيع لا عنده عمارات تانية فربنا عوضه فيها فقام حمل دي سعر معين ما دام بالرضا. هو قال كده هو قال كده ان هو عندهم خلاص لا يبقى شرعا لا مانع يشتري وحر ده حاجه حلال لا ما فيهاش مشكله ان شاء الله. تمام يا ام مصطفى شكرا كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيبه. طمني كده وخلي ابنك يشتري الشقه ويفرح بيها ان شاء الله وما فيش اي مشكله زي ما قال الشيخ عصام. ناخد سؤال بقى من على الواتساب. يلا بينا. سؤال. والدي توفى من شهر وتم استلام الورثه مستحقاته من المبلغ الذي كان في حوزته. هل يجب على كل وارث اخراج الزكاه المفروضه على المبلغ الذي آل اليه علما بان مبلغ كل وارث بلغ النصاب وطبعا لم يبلغ الحول بالنسبة لكل وارث؟ هو السؤال هل الأب مات وعليه زكاة أم لا؟ تمام. لو كان عليه زكاة بتزكى قبل أن توزع التركة لأني فدين الله حق بالقضاء كما قال صلى الله عليه وسلم وده حق الله. نعم. حق الله يسدد يعني. لا ده بعد ما زكى وخلاص أو إحنا في نص سنة ف كل واحد خد مبلغ من المال والمبالغ كلها يعني منفردة برضو بالغة للنصاب. أيوة. إيه اللي بيحصل كل واحد بيضم هذا المال إلى وعاء الزكاة الذي عنده. نعم. وعند الحول بتاعه لما بيجي بيزكي من ضمن هذا المال الذي يزكيه. طيب معنا سؤال على البث المباشر. السلام عليكم. والدي توفى من 2011 وفي مشاكل على المقبرة إن صاحبها يستغلنا في إنه عاوز مننا أموال بالآلاف لأن والدي هو فقط المدفون فيها وهو واحد من كويس وأمي فكرت أنها تنقله إلى مقابر العائلة في بني سويف. هي مقبرة كانت لوالدي ولكن لظروف ثورة يناير أجبرنا لدفنه في مكانه الآن. فهل يجوز نقله لنتخلص من استغلال صاحب المقبرة لينا؟ ما هو صاحب المقبرة بيستغل بإيه؟ مش ليهم الحق الدفن فيه؟ لا هو بيقولوا المكان اللي هو الدفن فيه والدهم ده فالدفن لوحده فيه
فصاحب المقبره بقى كل شويه يقول لهم ايه هاتوا فلوس انا ما بدخلش حد هنا هو والدكم بس اللي مدفون هنا تقريبا يعني ده اللي انا فهمته من السؤال. لا هو في حد بيدفن احنا عندنا مقبره اصلا بتاعه العيله محدش بيدفن الا لما يكون ليه نصيب في المقبره. اه يعني ده قال لهم تعالى ادفنوه خلاص وجدعانه منه. ما هو بيقول لك احنا اجبرنا على الدفن في هذا المكان. اعرفش ايه ان مثلا الثوره والراجل مات ممكن يكون حضر الثوره المواصلات ماتت يعني فيش في مواصلات في الدنيا في مصر في قلب حتى في عز الغياب الامني. ايوه ما الناس كانت بتموت وتدفن. طب ما فيش مدفن ممكن لا يؤبر. انا مش قصدي انا بكلم في الناس الجثه لا يجوز نقلها الا لضروره. تمام هو اضرب الضروره ما اعرفش ايه هو بيقول كلام مش واضح لي بالنسبه لي. هو الضروره اللي موجوده دلوقتي توصفها بالضبط ان صاحب المقبره الضغط يستنزفهم في المال. لا يستنزف ما امنعه من الاستنزاف وهم عندهم المقبره في عزيمه وبعد ما اطلع والدي مش هدفع له مال. ما معناها مش مقبرتي. أيوة. طب ادفن ليه مش مقبرتي؟ تمام في ازمه يعني. فانا اقصد هنا مشكله اذا ده لضروره ده اضطرينا واجبرنا على الكلام ده كل شويه استنزف فوق طاقتنا فوق ما يستحق خلاص ساعتها وقتها تقدر تنقله. انما العله انك لا عايز بقى ايه يعني انقله عشان تبقى المقبره مالناش فيها وخلاص وخلصنا وناخد حقنا. أيوة. قصه ثانيه. الجثث او العظام لا يجوز نقلها الا لضروره احتراما لادميه الانسان. طيب بشكرك يا شيخ عصام. تعالوا نشوف معانا اتصال مشاهدينا الكرام. استاذ محمود من سوهاج برحب بك يا استاذ محمود. بيكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. كل سنه وانتم طيبين الاول. وحضرتك طيب ربنا يكرمك. وانا سعيد جدا ان انا سامع صوتكم بجد من زمان نفسي اوصل لكم يعني. احنا اسعد بحضرتك. حضرتك انا عندي انا عندي سؤال كده يعني هو مش سؤال هي قصه يعني بس ده طيب. في اسئله. طيب اتفضل. انا معايا اخويا الكبير يعني حالته الماديه تعبانه جدا وحالته الصحيه 70 حصان 80 حصان 120 حصان زي ما تقول قول يعني. تمام. بس هو انسان كسول جدا يعني بقاله دلوقتي 12 سنه مش راضي يشتغل. ايوه. وطبعا عنده اولاده وانا اصغر اخ في اخواته. ايوه. فانا كنت بساعده يعني بساعده عن طريق والدتي برضه. تمام. يعني بقول الفلوس دي بتاعت انا هاخدها من امي يعني انا هديها لك واخدها من امي. تمام. بس المواضيع انا شايف انها زايده عن حدها معايا خاصه ان اولاده كبروا خلاص يعني وظروفه المفروض يشوف نفسه اكتر من كده يعني. مظبوط. فانا منعت كل حاجه عنه. تمام. واخدت الفيزا بتاعت والدتي وقلت لها انا ما فيش فلوس هديها له ثاني وان شاء الله بعد كده يتحبس يتحبس يشحت يشحت. ايوه. فهل ده في وزر عليا؟ طيب انت لما خدت الذهب بتاع والدتك خدته عشان هي ما تبيعوش وتدي له فلوس صح؟ مش الذهب مش الذهب مش الذهب الفيزا بتاعتها الفيزا بتاعتها الفيزا اللي هو كارت الائتمان يعني كارت البنك يعني. تمام تمام بالظبط. عشان برضه هي ما تديلوش فلوس من معاها يعني عشان ما تديلوش فلوس وفي نفس الوقت عشان هو يحس بالمسؤوليه شويه يعني. طيب انت نيتك وانت بتعمل ده انت نيتك وانت بتعمل ده يا استاذ محمود انك تقومه بعد محاولات مثلا من الكلام معاه مستمره وطويله ومساعدات كثيره وهو لم يستجيب انه ينزل ويشتغل؟ بالظبط كده. طيب حاضر هسال مش انا بس انا وبيت اخواتي يعني. تمام حاضر حاضر بشكرك يا استاذ محمود شكرا جزيلا. استاذ محمود عنده اخوه الكبير بيقول حالته الماديه صفر تعبان جدا. طيب ايه سبب التعب؟ هل هو تعبان مريض مش قادر يشتغل؟ بيقول لك لا صحته بسم الله ما شاء الله كويسه جدا ولكنه كسول مش عايز يشتغل. واخواته بيساعدوه ده اخوه الصغير بيديله وبيدوله عن طريق الام عشان الام تديله وبيحاولوا ان هم يقولوا له ده دين وهناخده من امنا عشان بس يعني يحركوه شويه فما فيش ما بيتحركش مش عايز يشتغل ولاده كبروا الشكل بقى وحش. فالاخ اللي بيساعده ده اللي هو متصل بينا دلوقتي الاستاذ محمود قال انا قمت جاي خدت قرار ان انا خلاص هقطع عنه المساعده وخدت الفيزا بتاعت امي عشان كمان هي ما تديلوش فلوس من معاها. فبقول هل عليا وزر؟ لا لان مفيش علاج غير كده. طول ما هو حاسس ان انا قاعد الحنفيه شغاله خلاص لما هبطل اضطر ادور على الحنفيه ايه ما اروح ادق له ترومبه. وانا سالته عن نيته يا شيخ عصام قلت له طب انت نيتك وانت بتعمل كده قطع رحم يعني ولا لا عايز لا تقوم لا اخوك؟ قال تقويم. لا طبعا عايزين نقومه وعايزينه يشتغل. تقويم ما ينفعش ما ينفعش قاعد انسان مفيش في الشرع الكلام ده. الكلام ده انسان بيشتغل ويتعب وفي الاخر تعبه ما بيكفوش ده بنساعده. انما لا قاعد مرتاح مرحرح والمصاريف جايه له. طب ما طبيعي اللي يلاقي دلع وما تدلعش. صحيح. مين في الدنيا كان ده؟ لا ده يد سفلى واليد العليا خير من يد السفلى. والاسلام ضد ده يعتبر تسول لكن تسول مقنع يعني. تمام. استاذ يحيى من السويس برحب بك يا استاذ يحيى.
أستاذ طارق من مصر. يا أستاذ طارق، يا أستاذ طارق. طيب ولا أستاذ طارق ولا أستاذ يحيى معانا. طب ناخد سؤال من على الواتساب بقى. ماشي، لو عايز أبيع أي شيء من الذهب وأشتري أي حاجة تانية من نفس الجواهرجي، يعني ينفع ذهب قصاد ذهب، حلال أم حرام؟ لا، ذهب بتبيعه ودي ثمنه ثم تشتري ما تريد. لكن ما تبدلش. لا ما ينفعش يعني، لا مش تبديل، لأن معناه مختلف. نوعية والجرامات والدنيا مختلفة. تمام. طيب ناخد سؤال آخر من على الواتساب. لك ما خلص سمي يدا بيدا مثل مثلا بمثل يعني. تمام. هل ممكن إعطاء زكاة المال سلع غذائية؟ زكاة المال هي زكاة مال. أيوة. سلع غذائية لما تكون أنت بتتاجر في سلع غذائية فبتطلع من جنس ما تتاجر. أيوة. خلاص؟ إنما أنت ليه تجبر الفقير على اللي أنت عايز تديهوله؟ تمام. يعني هو أصلا أنت زكاة مال عندك، هتطلعها زكاة إيه؟ رايح تجيب بضاعة للفقير، طب هو مش محتاج البضاعة، المال. أيوة. هيتعالج، هيجيب هدوم. فأنا أقصد ما نجبرش الفقير على اللي هو عايزه، زكاة مال طلعها مال، زكاة زروع وثمار طلعها زروع وثمار. أيوة. إلا لو أنت بتتاجر في سلع غذائية فبتطلع من جنس ما تتاجر عشان ده أوفر لك عشان عايز السيولة بس. تمام. جزاكم الله خيرا. أستاذ عادل من مصر، برحب بيك يا أستاذ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. تحياتي لحضرتك وللدكتور عصام. تحياتنا لحضرتك يا فندم، اتفضل. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. أنا حضرتك بنوزع التركة بتاع الوالد. أيوة. ووالدي رحمة الله عليه مات من 35 سنة. أيوة. وإحنا كلنا كبار في السن يعني، وعندنا ذرية وعندنا أحفاد، فبنوزع التركة. فلي أخت توفيت وتركت ابنة وزوج. نعم. فلما ماتت كان المفروض بنته تاخد النص السهم بتاعها، وجوزها ياخد الربع، واخواتها ياخدوا الربع. تمام. زوجها بعد ما توفيت تزوج وانجب ولد وبنت. ايوه. الربع اللي كان واخده من اختي ده هيقول لي مين؟ طيب هو السؤال طويل شوية، وانا بصراحة يعني مركزتش مع حضرتك قوي في السؤال لانه طويل، دخل انا كنت فاكره سؤال مباشر، فانا محتاج بس السؤال لو مختصر يبقى افضل عشان اسأله للشيخ عصام. زوجة توفيت وتركت ابن وزوج. توفيت وتركت ابن وزوج. تمام. ابنة وزوج. تمام. يعني بنت وزوج. تمام. وكانت بتارف سهم من تركة ابوها اللي طيب. هي الزوجة دي. طيب. فزوجها كان ليه الربع من 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 من, من التركة دي بعد وفاتها. الزوج ده تزوج وانجب ولد وبنت. تمام. وبعدين توفى هو الزوج ده اللي هو زوج اختي ده توفى. تمام. الربع بتاعه ده هيقول لي مين؟ حاضر، بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. شيخ عصام، استاذ عادل بيقول ان هناك زوجة توفيت وتركت ابنة تركة وخدت خد النصيب البنت. خدت النص وكانت ترث سهم من تركة ابوها رحمة الله عليه، وزوجها كان له الربع. فبيقول كان الربع من تركة الست بقى. طلع لها سهم لها 20 زي ما يكون ايه، المهم خد الربع من تركة الست دي. طيب بيقول الزوج تزوج وانجب ولد وبنت. ماشي. وتوفى، الربع بتاعه يقول لمين؟ كل تركة الاب ده، مش الربع بس. كل تركة الزوج ده لكل اولاده، الاثنين من الزوجة الاولى والبنت من الزوجة الاولانية. كل ما هو من صلبه. ايوه. او زوجة له، زوجته طبعا اللي التانية اللي متزوجة لسه عايشة، فليها التمن لان هي زوجة لها حق وميراث. والباقي تركة الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين، الا اذا كان في اشخاص اخرين من اصحاب الفروض يرثوا. في اب عايش بتاع، دي قصه تانية يعني. انا بتكلم على السؤال على قد ما هو فيه يعني. تمام، جزاكم الله خيرا. معنا الاستاذ احمد من مصر، برحب بيك يا استاذ احمد. ايوه، اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا استاذ احمد. تمام والله الحمد لله. انا معايا اتنين في وقت واحد. استاذ احمد معايا؟ ها مين يا جماعه اللي معايا؟
انا في اتنين بيكلموني. طيب ناخد سؤال واتساب تحلوا النزاع ده وبعدين نرجع ناخد اتصال. هل ممكن اعطاء زكاة؟ لا خلاص مش ليه. صديق مربي عصافير واثناء نقلها من مكان لاخر وضعها في شنطة السيارة وكان الجو حار، وعند وصوله للمكان الاخر فوجئ بموت العصافير وهو يشعر بالذنب، فماذا يفعل وهل عليه كفارة؟ لا ذنب عليه دم غير متعمد، ورجعنا عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هل هو تعمد؟ لا، رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. ناخد سؤال اخر. طب استاذ احمد من مصر معانا؟ فضوش الاشتباك اللي عندك؟ اكيد فضوه. استاذ احمد من مصر، يا استاذ احمد ما زال الاشتباك موجود. طب الشيخ ابراهيم قد يكون ان هو في مشغل التلفزيون طيب. فتسمع صوتين مع بعض. لا اصلا انا لا ده انا اتنين متصلين سمعت صوتهم في وقت واحد. طب الشيخ ابراهيم معانا؟ اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا مولانا. الله يبارك في فضيلتك، كل عام وانتم بخير. بالصحة والسلامة. الله يكرمك. هو استفسارين بس، الله يكرمك. الاولاني خاص بموضوع الصاعق الناموس. الصاعق موضوع صاعق الناموس الكهربائي. ايوه ايوه، صاعق الكهرباء هل يدخل في موضوع التعذيب بالنار؟ يعني انا افتكرت ان ده ممكن يدخل في الرسول نهى عن التعذيب بالنار، يعني هل من باب اللسع كده يعني التعذيب بالنار؟ ادي جزئيه يعني. طيب السؤال الثاني موضوع اخفاء الحيوان. يعني ورد في كتاب الشيخ يوسف القرضاوي انه نهى، في حديث ورد ان الرسول نهى عن اخفاء الحيوان نهيا شديدا، ولما تقرا في تفسير الايه بتاعت اللهم صل على محمد ولا امرنهم فليغيرون خلق الله، اكثر من مفسر قالوا ان تغيير خلق الله مقصود باخفاء الحيوان. فانا عايز يعني رايي واضح في موضوع اخفاء الحيوان، هل هو جائز او غير جائز؟ حاضر. يعني ورد ان الرسول ضحى بحيوان مقصي، بس هل هذا دليل على ان جواز لاخفاء الحيوان؟ يعني هل ده تدخل في الفطره الالهيه مثلا ولا يجوز ولا؟ يعني جزاك الله خيرا. طيب حضرتك حضرتك امام مسجد ان شاء الله. الله يكرمك. طيب تمام، انا بشكرك وبحييك اولا على انك تتصل وانت شيخ زي ما قالوا لنا وامام مسجد، وتتصل عشان تسأل أسئلة في الدين. ده درس لازم يدرس لكل الناس اللي بتسمع السؤال ده على الهواء مباشرة. بشكر حضرتك على اتصالك وسؤالك، وإن شاء الله الشيخ عصام يجيبك حالا. شكرا يا شيخ إبراهيم. هو الشيخ إبراهيم إمام مسجد، وبيقول إنه أفتى في موضوع صاعق الناموس بما إنه إمام مسجد، يعني الناس بتسأله، فبيقول بيسأل هل يدخل في موضوع التعذيب بالنار؟ هو طبعا الموضوع ده يعني فكرت في كذا مرة، لكن أنا يعني لا أرى فيه، يعني لان في النهايه التعذيب بالنار كنار، لكن الكهرباء ما تقدرش زي ما تقول التعذيب بالنار. طب واحد ضرب منطقه سكنيه بصاروخ بتاعت اعداء، طب ما ده حرق بالنار، بقت النار النهارده ما بقتش هي النار اللي، فالامر محتاج يحرر ومحتاج يعني يدرس، لكن له وجهه يعني يؤخذ منه ده صعق بالكهرباء هل هو ياخذ حكم النار ام لا، قريب منها مش بعيد يعني، لكن ما عنديش فيها راي محدد استطيع ان افتي به يعني. طيب تمام. السؤال الثاني يا شيخ عصام بيقول ان موضوع اخصاء الحيوان، بيقول دلوقتي ان هو حتى قرأ رأي او فتوى للشيخ يوسف القرضاوي وتكلم فيها الشيخ يوسف ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اخصاء الحيوان نهيا. لا تاني. مش هو النهي عن الاخصاء العام، انك انت اخصاء لكل الحيوانات، فانت ده معناه قطع الذرية والحيوانات الاصل فيها التوالد والتكاثر. نعم. انما بعض الحيوانات الاخصاء فيها اكثر واطيب لحما له زي خروف العيد او الكلام ده. ايوه. واللي بيبقى عنده مربي خرفان خلاص بيترك 4-5 اللي هي بتخصب والباقي بيخصيها. تمام. فنصل مش المنهي عن ذلك الاخصاء العام، لكن الاخصاء للحاجه والاهميه لا مانع في اطار. طيب مثلا هنا في اوروبا مثلا او في تركيا تحديدا بيجوا في الاماكن اللي هي مخصصه لرعايه الحيوانات، لما بيجي مواطن عايز مثلا ياخد حيوان اليف عنده في بيته، بيقوموا هم عاملين موضوع الاخصاء ده ويقولوا لعدم المتاجره بالحيوان لانه بيبقى من سلاله كويسه، فممكن التاني ده ياخده ويبدا يبيع ويشتري والكلام ده كله، ده جائز ولا غير جائز؟ لا ده مش من حقه. هو يعني خايف لا يبيع ويتاجر عشان ينافسه؟ لا ولا عشان ايه؟ مش هينافسه، ده هو دي الدوله بتديهوله مجانا اصلا، وهو بياخده بقى يبيع ويشتري بيه، فبيقوموا عاملين اخصاء للحيوان ده. يعني ما مش متخصص انا في القصه دي. تمام. ما عنديش فيها رأي يعني. تمام. مسألة الدولة تمنع أو الدولة تأمر، يعني شايف الأمر في على أصله. أيوه. إن القصة بما يعني بما يتحقق به نفع الإنسان ولا يضر للحيوان. أيوه. يكونش تعذيب أو إيذاء له،
لان في النهايه الحيوان ما ربنا خلقه ليه كده، معناه ده طبيعه عنده، لكن وخلق في النهايه لماذا؟ لخدمه والتسخير للانسان، تمام، دون ان يكون في ذلك تعذيب له. تمام، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال. طيب احنا طيب الوقت خلص بقى. طيب بشكرك يا شيخ عصام، شكرا جزيلا، بشكرك نورتنا ونفع الله بك وبعلمك. خلاص فاضل لنا حلقه بكره وحيده، وبعد كده ندخل بقى في حلقات رمضان ان شاء الله، ندخل في البهدله. الله يعينك ان شاء الله، ربنا يعينك يا شيخنا، الحر اللي بادئ يعني. ايوه جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام بشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم لينا في حلقه النهارده من برنامجكم يستفتونك، القاكم باذن الله في قادم المواعيد، والى هذا اللقاء دمتم في امان الله.